معنا الدكتورة ميرفت تلاوي، رئيس مؤسسة المرأة العربية ووزيرة التضامن السابقة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. معالي الوزيرة، كل سنة وحضرتك طيبة. أنت طيب. إيه رأيك في المطالبات اللي بتطالب بالمناصفة والمساواة بين المرأة والرجل؟ والله احنا الدستور بتاعنا اعطانا حاجات كتيرة، حقوق غير مسبوقة، بس المهم التفعيل بقى. ده مهم جدا، ولان المرأة على مستوى الوطن العربي كله محتاجة لأدوار جديدة تواجه بيها الارهاب والتطرف والتعصب، لان المرأة كانت ضحية المنازعات المسلحة، وعدد كبير منهم بالملايين أصبحوا لاجئات ونازحات. فإحنا عاوزين نبص للمرأة مش على الأدوار التقليدية بس، ولكن أيضا إنها عنصر فاعل لحماية الدولة وتربية أجيال وطنية تأمن بالتضامن العربي، لأن ده مش مهمة الرئيس لوحده، لكن الشعوب لازم تبقى عندها هذا الحس. حضرتك اين المرأة المصرية في يعني ما بين المرأة في كافة الدول العربية، شايفاها فين؟ في المركز رقم كام؟ شوف، يعني المرأة المصرية في التمكين السياسي اصبحت النهاردة عندنا 90 سيدة في البرلمان، عندنا نادية عبده كمحافظة، واحنا من المجلس القومي للمرأة يعني رشحناها من 4-5 سنين فاتت، فالحمد لله انها تمت السنة دي. برضو حكاية ان الرئيس يعتبر 2017 عيد للمرأة المصرية، ده مهم، لان المساندة السياسية هامة جدا عشان تقضي على الثقافة المحافظة والعادات والتقاليد السيئة اللي بتواجه المرأة. يعني القانون لوحده أو الدستور لوحده مش كفاية، لكن لازم الثقافة المجتمعية تتغير. وحضرتك شايف أنها ممكن تتغير إزاي؟ أصل دي مش هتداس على زرار تتغير، دي عايزة ثقافة يعني تنشأ جوه النشء من أول وجديد. صحيح، دي التربية في البيت، تقوية الأسرة، لازم يبقى فيه برامج لحماية الأسرة، موضوع الجواز والطلاق ولازم يشدد عليه، ما يبقاش متسيب كده، ما يبقاش في إيدين المأذون بس، أو الطلاق الشفوي ده زي ما طلب الرئيس. لازم فعلا زي ما الست بتتجوز بعقد لازم تطلق بعقد كذلك. فالحاجات دي كلها تفعيل للقوانين. مش عاوزين اي حد في البرلمان يطالب بالرجوع عن الحقوق اللي احنا خدناها. طب حضرتك شايفة، بما ان حضرتك مسؤولة عن المرأة العربية، شايفة المرأة في العراق والمرأة في سوريا والمرأة في ليبيا اللي رجع بيهم الزمن الى تقريبا القرون الوسطى، كيف نقف الى جوارهن؟ عشان كده بقول لحضرتك لازم يبقى عندنا الحس السياسي دي. المرأة في أي موقع لازم بعد تجربة الحروب والنزاعات المسلحة اللي هدت كتير من دولنا العربية، لازم نص المجتمع ده ما يقعدش خامل وما يقعدش بيركز بس على المطبخ وإنجاب الأطفال، ولكن هو ما بقاش عندهم مطبخ أصلا، ده هم ما بقاش عندهم بلاد. يعني اللي هناك المرأة بتعامل الآن، يعني النهاردة كان في صورة لداعشي يغتصب السيدات قبل أن يقتلهن، يعني شيء يرجعنا إلى أعتقد ما قبل القرون حتى الوسطى، شيء وحشي وحقير، يعني ده أقل وصف ممكن أصفه بيه. إحنا عاوزين نغيث الناس دي، ممكن إيه اللي يقدمه لهم المجلس العربي للمرأة؟ شوف، إحنا رحنا زرنا البلاد دي وشفنا المخيمات والمعسكرات فيها اللاجئين واللاجئات، وهي مأساة إنسانية فظيعة. اللي نقدر نعمله أولا بالتقرير اللي احنا عملناه بالعشر توصيات اللي وصلناها لغاية الجمعية العامة الأمم المتحدة،
ايوه ان نخلي الوعي العام سواء على المستوى الاقليمي او الدولي يهتم بيهم، لان ما حدش يهتم بيهم منذ 5 سنوات غير لما ابتدوا يدخلوا على اوروبا، بس ابتدت الصحافه تتكلم على اللي. سيادة الوزيرة فقدنا الاتصال. تعالوا نشوف طيب الناس المصرية قالت ايه للمرأة في عيدها العالمي، ونرجع مرة اخرى نكمل فقراتنا مع حضراتكم.